اليوم نختم على أفواههم وتبدأ المفاجأة الأولى وتكلمنا أيديهم وتبدأ اليد تتكلم. يا الله إنه يستحق النار لأنه كان يسرق أموال الناس. يا الله إنه رأى مقص أظافر لا يعرفه لمن فأخذه وقص أظافره ثم رده مكانه. يا الله إنه كان يستخدم أموال الناس من غير أن يستشيرهم ولا أن يستأذنهم وهو يتفاجأ. يا الله ما هذا؟ وتتكلم لي. يا الله إنه كان سراقا. يا الله رأى قلما لا يعرفه لمن فأخذه ووقع ثم رده مكانه. يا الله ويتكلم لي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لأن الفاسق الماهر في فسقه يرى المعصية كأنها ذبابة حطت على أنفه فقال لها هكذا. أما المؤمن يرى المعصية كأنها جبل وقعت على رأسه. تعود المعصية، استمر المعصية، يرى المعصية أصلا شيئا عاديا. تكلم لي. يا الله إنه كان يسرق. يا الله السراق يسرقون في الظلمات متخفين، أما هو يسرق علانية. كان جبارا في الأرض يري الناس أنه صالح ولكنه كان جبارا. يا الله يدخل محل فيرى العنب ويأخذ العنب هكذا ويسرقه أمام الناس ويأكله من غير أن يستأذن. يا الله إنه كان يسرق. يا الله إنه كان جبارا يغضب لو قال له صاحب المحل لا تأكل. يا الله إنه كان يغضب ويسرق قهرة. تكلم لي. تكلم لأنه هذا العنب ما يأكله. يقول لا يشتريه. يقول أعطيني الكرتون الثاني. هذا مبدأ يبه. يتكلم. تتكلم هذه اليد. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هناك ناس حريف يعني كانوا متحرفين أو محترفين للسرقة. هو يرى المعاصي أنها سهلة. المعصية يراها سهلة ولا شيء، يعيب فقط على الذي يسرق مليون، أما إذا سرقت قليلا لا بأس. هو أصلا كلهم سراق وكما تكونون أيضا. المهم كان سراقا يسرق. يا الله إنه صافح مصافحة فيها ظلم للمسلمين. يا الله إنه صافح في صفقة كان فيها ظلم لليتيم. تكلم لي. حتى لم تبقي شيئا له ويرى أنه يستوجب النار، وحينها تتكلم رجله. يا الله تبدأ تتكلم رجل وتشهد عليهم أرجلهم. يا الله إنه كان سراقا يزعم أنه يأتي إلى المسجد فيخلع حذاءه ويلبس حذاء الآخرين ويدخل بها لدورة المياه، فإذا رجع قال يا الله، يقول لي صاحبها سامحني ما كنت أعرف، ظننتها هكذا جاءت هذه الوطيئة، سامحني. تتكلم رجله. يا الله إنه كان سراقا يزعم أنه يأتي إلى المساجد ولكنه يستخدم أموال الناس. تتكلم رجله. تتكلم رجله وتقول يا الله إنه كان يمشي خطوات فيها تجسس، ينظر من الذي سوف يصعد ويركب السيارة، من هذه التي هناك. يا الله وتتكلم رجله. تشهد، والله تشهد عليه. هو كان يظن أنه هذه الأعضاء لن تشهد عليه. يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. وتبدأ السمع يتكلم. يا الله إنه كان يسمع الخرابيط ويسمع الأشياء التي لا تقربه إليك. يا الله إنه كان يستمع إلى أشياء تبعده عنك. يا الله إنه يستمع إلى الغيبة وإلى النميمة. يا الله إنه يستمع إلى الكذب ويفرح ويضحك. يا الله تكلم الأذن حتى لا تبقي له شيئا. ثم بعد ذلك تتكلم عينه. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. يا الله إنه كان يذهب إلى العمل، إلى السوق، إلى الكلية، إلى المعهد، إلى الجامعة، إلى المستشفى،
ولكنه لا يغض ولا يأتبر بأمر كل المؤمنين يغض من أبصارهم. ينظر إلى النساء، يا الله، هو يستمع إلى هذه الآيات ولكنه كان يكذب بها. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تتكلم العين، يا الله، إنه كان ينظر إلى الناس بعين السخرية، بعين الازدراء، بعين الاحتقار. من هذا؟ نحن أولاد من؟ ألا أولاد من؟ هل من الجنسية الفلانية؟ تكلم العين، يا الله، إنه يسخر، يسخر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. تتكلم العين، يا الله، إنه كان ينظر إلى العورات ويبرر لنفسه ويسوغ لنفسه ما يشاء. تكلم العين حتى لا تبقي له شيئا. وبعد ذلك تشهد عليهم جلودهم، وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، يا جلد، كنت نظفك، كنت غسلك بصابون، اليوم تشهد علي؟ كنت أحاول أعمل لك كثيرا من الملطفات. يشهد عليه الجلد، يقول، يا الله، كان سراقا، يدخل بعض الأماكن ما يعرف هذا المنديل وهذه الفوطة لمن، وكان يمشبها يمسحبها وصاحبها ما يعقبه. يا الله، إنه كان يفعل هذه الوقاحة في الدنيا. تكلم، يا الله، إنه كان يلبس ملابس غالية، وجاره كان جائعا يبحث عن لقمة عيش. والله إنها يوم المفاجأة، ذلك اليوم إنه يوم المفاجأة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما كان يتصور شيء، مفاجآت هناك في أرض المحشر، مفاجآت، شيء رهيب وعجيب. تتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لو توسد، جلس، اتكأ فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويشهد عليه جلده في ذلك اليوم. والله يقول له، كنت أظن أن هذه لا تشهد عليك، اليوم سوف تشهد عليك. يشهد عليه فرجه، يشهد عليه بطنه، تشهد عليه أعضاؤه. إلى الآن لم يسأل عن صلاته، إلى الآن لم يسأل عن صومه كم فرط، إلى الآن لم يسأل عن صلاته كم خشع فيها ولم يخجع فيها، إلى الآن كم لم يسأل عن صلاته التي لم يصليها في وقتها، إلى الآن لم يسأل عن صلاة الفجر في جماعة وليست كذلك، إلى الآن لم يسأل. وسوف يحكم الشقي على نفسه بأنه واقع في النار لا محالة. ترى الظالمين مشفقين مما هو واقع بهم، أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هم لا يجدون، انتهى الأمر. يريدون أن يوقفوا الحساب، انتهى، لا نريد الإكمال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لابد أن تسأل حتى تعرف موقعك ومنزلتك. وقفوهم إنهم مسؤولون. لابد أن نسألك، إلى الآن لم نسألك عن تعاملك مع القرآن الكريم، إلى الآن لم نسألك عن ظلمك للعمال الذين معك، إلى الآن لم نسألك عن كيفية تربيتك لأبنائك وبناتك، إلى الآن لم نسألك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، إلى الآن. وهناك مفاجآت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إلى الآن لم نحاسبك كيف كنت تتعامل مع أبيك، تحد بصرك عليه، نازعة، ترفع صوتك عليه، تأكل مهر ابنتك ما تستحي.
تظلم أولادك، ما تستحي. يسأل، وبينما هو كذلك يأمر الله الملائكة أن انتهى حسابه واسحبوه كما تسحب الأنعام وسوقوه سوقا إلى جهنم والعياذ بالله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يسحب حتى يفهم إيش معنى قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، هم فيهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين الحقائق لا يبصرونها. هم يبصرون، النساء يبصرونها، لكن الحقيقة لا يبصرونها. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام، لأن الأنعام فيها قلوب وفيها أعين وفيها أذن، ولكنها لا تنتفع ولا تستفيد. اسحبوهم كما تسحب الأنعام، لكنهم لن يقذفوا في النار، بل يسحبون إلى باب النار. وهناك السؤال الأخير: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما حد كان يوجهك؟ يعني بالله عليك ما شفت مطوية؟ ما شفت رسالة؟ ما حد كان يرشدك؟ ما حد كان ينصحك؟ يعني معقولة ما أقيم عليك البرهان؟ قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا. انتهى الأمر، وهناك يضرب ضربة ليقذف في جهنم، فيسمع منه صراخ لا يفهم ماذا يقول. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما أعطيتك عمر 20 سنة يا أبناء 30 ما كان يكفيكم، يا أبناء 40 أما رعويتم، يا أبناء 50 ماذا ترجون، يا أبناء 60 إلى أين ستذهبون، يا أبناء 70 كفاكم من الغفلة والتكاسل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يبكي، يصرخ: النار أحترق، ما أقدر، خرجوني. ولكنه لن يستطيع. وهناك تبدأ بداية المفاجآت.